وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون خدا كتاب فيروزا جمرا أوا فرمان دكايا يا مشرك وزافر دخلت اجورا زافر لسر رياض تهكمت يعني اجورا هزيمت ومغلوبيات وياخذ معنى كده ديجي ان تستفتحوا ايها المؤمنون فقد جاءكم الفتح اوين الزافر فتحي وسركبتني داوه وإن تنته أيها المشركون فهو خير من الصلاة أم إن تستفتحوا تقول معنى معنى الظافرية أيار هم طلبا فتح ديكن سركفتون الظافرة ها يعني ون نورمال از معنى وي أوازانا يعني ون دبيجن كو كيجان طائفة جمال سر حقيبة يا ربي تغالبيتي بدي وي أعجر كو وي وصا طلب ديكن يعني إن تطلب النصر لأهد الطائفتين فقد جاءكم الفتح أبي غالبية بليبو أبي بليبو كمسلمان لسر حقينا لو ما كو غالبية جمعنا شيبو ألو 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 من آرای کسی که خدا برابه او مغلوب نابه او دائما او سرکتیبه سردست غالبه او چو یا ایوه الذین آمنو ای ایک و ایمان آمیده ای باورمن اطیعوا الله و رسوله هون اطاعا خدا بکن یعنی امر خدا بینجی خودشی که خدا جورا یاساخ کرده بو خوشی دور بکن بپاریزن و رسوله او اطاع رسولی ویچی بکن دشتی که رسول جورا گو بکن بکنن دشتی که جورا جی گو نکد او غنیمت او درکتن حربی دا جی گنگشی پیرا نکن ولا تتولو ولا تولو عنه او خود نزویرن پیشتا خود نزویرن جی رسول یعنی امر رسول نشکنن و انتون تسمعون در حالی که هون گوتنا وحیه جی دبیهیزن هون قرآن جی دبیهیزن جی دیگر وی هوای جی هون به امری اوی نکن اطاعاوی بکن او اواجی نبن اگر دیستا تاکید معنی
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْنَعُونَ Seyda'yım, Seyda'yım tişkil bırakalım diyeceğim. Tamam, kutlukatlarım kebise. Eğer ya acaba dibet belile el-i fetreteku ita'a Resul Peratı ne becici bu kuventur tesma'un ne yani? Ne? Ne Ne haber delikim? Ne haber ha? Ve la tekun ha ehli fetreti eğer ki dengi İslami hikati ne gelişme var duruyor vaktına belki. Yani mükellefin bir çağı mükellefinin bir itaat hoda Resulü hoda. Fakat ji'ir orana ben mazer. Ji'ir ve ji'ir orana ben mazer. Seyda ve entüm tesma'un yani her zaman ne derbas bu ye geçerli. Yani bak da dengi vahyinat, dengi vahyinat ve merif. Tino dengi İslam'ı hatiye dünyaya tabi, yani jikir orana da merzeriz. Cüve rojera belki etakü deng biçya, yani berikü deng hara. Ve ma kutta muazzibine hatta neb'ese Resulullah. Evet. Resulullah. O hulviyaj, hulviyajı nekin, bu nebin Alal umumi tamamı zira, alal hususci behaim, huna bin juvan hayvanı harap. Yani hayvanı heri harap ki canın hun jubini ve nebin. Veyahut bira ev bini ve nebin, ica ente emmaklub bikin. Yani hun daha juva haraptır dibin eger hun iman neynen. İnna muhakka şerre devabi. الدواب يعني أو حيوان بهائم هذي خراب إبتيس عند الله لجمع خدا أو هر إنسان أو سم البكم الذين لا يعقلون هذيك كرن قوتنا حقيقة تبي تيجو يوانجي قبلنا كن البكم أولالن تبيك حقيقة تيجي جوانجي قوتنا حق جدري واندرنا يعني قبلنا كن وتصديق ما كن وإيمان ناين الذين لا يعقلون O ilk hükmü devabı her şerri, belki devabı her şer dini vananı. Vancuancı derece ki daha haraptır ki, devreda her derece harapiye Kuda lıfayı her ve şekle ki her vekibe tekin cuman oldu. O ilk daha Kuda ve Peygamberi yübikin yek. Müştahı nedir? Bu tekin dedi o. O nebin bini ilk mebihistu, o iman nani bini van kafiracı nebin sese, o edi diyacı ki hun vusabın, huni bini hayvan abin, ev hiç hayvan acı kharaptır bin, ev hayvan bini ve bin dve PCT eda, nevci derece çara da, enki de var. Ebiya aynı şey, insanı kudbina musulmanın İslamiyeti, vaki hududu İslam'ın hakkın, أبانا عيني أوان إنسانا حيوان الشر الدواب أو عيني أولئك هم كالأنعام بل هم أضل إجادة بدا چار تأكيد هنا چار تأكيد لطيه خدا وان تأكيدا وان تقبيح كر ومسلمان جي مسلمان جي هشيار كر وهم أوان نرن إن تستفتحوا أم جهر سنك آيات أبيك أو إستفتاح طلبا مشرطايا أجورا تهكم ومغلوب كر ويأخذي احتمالك مؤمن عراجي أم ببيجا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أهلك هون طلبا وطلبا فتفيدك أجورا فتح خطاب لأهل مكة على سبيل التهكمي السر سبيل تحقير التهكمية أي مكيا أي أبو جهل وزافر دخل ودو أم محمد هم دابكن جكوكي راكن أم هرد بدري دا إجكي خمخن وس أوابكن زيافت بدن أجور زيافتا و أجور زافرا و ودو أم
وذلك ثابت انهم مشرك مشتي حين ارادوا وقتا که دخوستن ان ينفیرو که هرن حربه بکن بمومن را و تعلقو بی اصار الكعبتی چون خوابیتن پردا کعبه بی هوای داخوزی و زارزار کرن جخده ها او خدای که قانونی بی قبول ند کرن ایمان آوان بوی هبو به هبو ناوی هبو پره ای تو انا جی ادعا ایمانت که ایمان آوان جه ابو جهل در بسنا به ایمان ابو وقالوا قوتن اللهم يا ربي خطابان خدايا وتنجيش خداتكن اللهم انصر ويardım بده اقران الضيف ايكو جميواني ميوان حزدك جميوان رخورون وخورون يددني الواند حوين يعني مسافر پرورن ويardım اوان بك يعني امن ها اهل مكه ام مسافر پرورن يardım ان ما بكي لقرش محمد لهنبر محمد واوسلنا للرحم ايكو صلاي رحمي دكن فامن جمع جوان كي ده صلاي رحم بك يardım او ني بكي يعني امن سيدا اوصينا سيدا كلمك واوصينا 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 امن او افعال تفضيله محمد في إنجيل خبيلة برا أقرأنا وأوصلنا وأفكنا أفعل تفضيل أنصر مفعولي أنصر أفعل تفضيل وأوصلنا وأوصلنا رحمي وصلاة رحمي كي جمع باش في كتينات ياردما ويبك وأفكنا للعالي للعاني وإيك زقيد زنجيرة أسارتي فيدك أسيرة دستینه و سربست دکه کی جمه و ساره تو یاردمه یعنی کی من ما ساله به افعال کی بیتر جمه کی بیتر افعال تفضیل ها اف خسلت دمه دا پرترن یعنی تو یاردمه همه بکی و اوصلنا و افکنا و افکنا فک و رقبه ده هیا بیتر یعنی ها بیتر کی بیتر قید و زنجیر اسارت رادکه ودکه یاردم آوی بکی یعنی که امن ها جناب محمد علیه السلام این کار محمد علی حق فنصره یا ربی یعنی ایر که محمد سر دینه که حق رت یاردم آوی بکی و این کنا علی حق فنصرنا و که ام سر دین حق بن دین بابو کالمه که حق مو یاردم آم نبکی ایوانات İddiadı ki dedin nişandayım ki Ebu Cehil behebuna hıdı bavere be tamamı kainatı kıvı çekiriye büyü bavere fakat küfra Ebu Cehil sadece de gobre hakimiyete mekej mera benneş hıda arabeye yani idare ve yönetim desli medada be en hakimu egemen bir hüküm eyme ve ne ey hıda be endi bir de harim ve rüviye هاتیه روایت کرن انهم نیسا او مشرک مکه قالو دگوتن اللهم انصر اعلى الجندینی جهرد و اردیا آمه و آمه تیل جمت جیوی بلند به مرتباوی بلند به تو یاردمی وی بکی یعنی ان بیتر بلندن جمت به قدر و خیمتنا و اهد الفئتینی جهرد و فئات فائفا تیف مال سر هدایت را تو یاردما وی بکی و اکرم الحیزینی و جهرد و حیزبا کی جان لجمت مکرم به تو یاردما وی بکی دبی ایدان او دبیجن که اکرم و اهدا و اعلا امن به محمد علیه السلام وَرُوِيَ هَاتِيَ رِوَيَتْ كِرِنْ اَنَا اَبَا جَهْلِنْ قَالَ يَوْمَ بَدْرِنْ دُرُوْجَ بَدْرِنَا وَي دُعَيْجِ كِرِيَ اللَّهُمَّ اَيُّنَا كَانَ اَهْجَرَ اَهْجَرَ وَاَخْتَعَ لِلْرَحِيمِ فَاَحِنْهُ الْيَوْمَ يَا رَبِي جِمَوْجْ مُحَمَّدْ كِي جَانْ قَدْ عَصِلَي رَحْنَيْدِكَ وَاَهْجَرَ تَرْكْدِكَ اِلِشْكِي اَقْرَبَاتِي جمعوش محمد كي بيادك فأحينه اليوم تئيروي ببهلاكي أي فأهلكو تبهلاكي جخوش بلده جدود محمد إليشكي نبين أخربادة ديو بابيدة
ve firavun birada apu khaldım o biraz ya da digo kut dike ha bibi havayji digo kij mezi havayı dike tu bibi lake ekucu yönetim eran muhalif ve aynısı damga yek aynen ve kile hatiye gotin in tes teftihu hitabın lil müminin in tes teftihu eyyuhel müminune fekad caekumul fethu فتحات وزافرستان أبيع على معنى الحقيقة لسال معنى حقيقته ومعنى بريجيك من سال سبيلة تهكمه دي قوتن أوجي مخاطب وشهد من كافر وإن تنتهوا خطاب للكافرين وإن تنتهوا أيها الكفار يعني إن تنتهوا عن عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم Hüncün eyyardı ya Resulullah, selam-ı Hüdaleyb'in, o a mü'mina, eğer hün men'ahu bekin cibya, fehu hayrun lekum, ev çetire jora. Çıra çetire? Hün nacihemin namirin. Ama hün eyyardı ya pera bekin, ez ediysa yardım avi bekin, ev ediysa ve bekince, o ve avice cehennemi. Fehu hayrun lekum ve eslemu. O jara daha sahlemtire yani hunna mirin. Nabe sebebi helaku mirina ve. Ve in te'udu. O hun intiha nekinci ne artiyavi. Hundiksa i'ada ba ne artiyavi ve bükün. Li muharebeti hicbu harba fera. O harba mümin ara. Ne'ud. Emici i'ade bükün avde bübün. Li nusretihi aleyküm. Cibu yardıma ve liser ve. Yani hunder jve ne yartiye bernadın, em der jve yardıma Muhammed Aleyhisselam et bernadın. Ama kürk yavab ece, eger hun vegerin, emeci vegerin. Evet, çavacı İsrail'e do der jve ifsade verdin ve ne cara kiriye, hundriye erdeyle hun vegerin bi bal ifsade ve emeci vegerin bi bal tazib u ceza ve ve dıvır da jve aynı hun vegerin bi bal ne yartiye, harba bi Muhammed Aleyhisselam ra Emeci vegarın bebal yardıma uyva. O çava da harba ehde daji. O da harba khandaki ehde daji. Teva daji khuda mümina be yardım neheş. Ve ayet Allah'a... Bir ayet edici çendici ki de daji aynı Allah'a ya. Ve in ta'udu na'ud. Le haqi Yahudi adı. İna duvi go ve in uttum udna. Ha, bara in uttum udna. Aynı usta. Suri İsra, nune İsra. Tekrar kir. İsrailer oturu ve dicara ifsad kir, meddişirin mazınlı poze ve hız. Musalat-ı sebekir neyare ve hunda kirin. İca hundiyse ve garin bal ifsad eva, emici ve garin bal taziba ve va. Yani emi ve ebdin azabdayin. Aynı car ifsad-ı televizyon eden işan da bu, de hüdude İsrail ve Filistin'de evi ayete ve inu üttüm üdünam levhaki mazzan bedin imsandim. Evci tamamı zalimara göre bir de dersin yine. Silahına adı ile zulmü ama şu anda hede fırsatı dayar. Kerem ki biraz söyle alavayı sileyi ve nebe. Bir vece bana salı her ay. O ve ennallâhe o hıda kuri'e bil fethi ve ennallâhe ala servi mani ala ve li ennallâhe mu'inul müminine kâne zâlike. جبوي كخدا معين مؤمنا يا كان ذلك الفتح والنصرة والغلبة النصرة والفتح والغلبة تبج مؤمنا رايا نجبوي قوة مؤمنا جبوي كخدا بوان رايا وقرئ بالكسر وإن الله وهذه أوجه دها وجهتر دها باشتر ويعددها تقويا قراءة كسريدك قراءة ابن مسعود Sebebi evcehiyet içiye. Ka emrui ve inna Allah ve kurye bil ketri ve hadihi evcehu. Edbe ta'dida vitiye kirati ibnul meşhur inna evcehu min kirati al-fekhi li ana cümle tahine izin tezyilun. Dimana te'ekid edaya, tezyil edaya yani devama cümle beri بدنا نروي تأكيدك جوانا. لا أنا تأكيد. بس أنا أقول أنا غرض إعلاء أمر المؤمنين ها. تزيين معنا. كافرين. وتوكيت وأن سنة الله وعادته عز وجل جارية في نصر المؤمنين.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين اره طب وجه توجيه اويد بجل زيلي اي بره جمله بره يعني نرو تأكيدك يا او تتمه جرا تزيين سيدا كان ذلك لأن الله معين للمؤمن وإن تعودوا نعودكم ولن تغني عنكم كثرتكم شيئا ولم كثرتكم وإن الله مع المؤمنين چونكي خدا جي ديگر مؤمن عليه تبي باناجي يا ذكر درجة سياسة أنا رتزيل أنا جتتما أو جتأكيدا معنا بري بري تمام تمام الصلاة يعني جنات تشكي أيدي فقد علته يعني مثلا مرض به يا رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا استوبيش تب خازن يا رب بحق مدى كأنه صوري كي بيه صور مشكلة شما تجويد خازي إنه عليم حكيم إنه رؤوف رحيم أبنا تف تزيين يعني دمعنا دا وقع علات جبال يا خلا ها تسمي تعليل جهية وعن زمان دا تتيمة أكيد جهية بلي أو تشيكو سليم على صالح سليم على صالح الديار بكر يعني كمالوة إن بخلنا ده بجواب السؤال المقدم إجبارة تقدم جملة مستأنفة بيانية يعني بلاغت دا جبنوي تزيلة بلاغت دا علم بلاغت دا تزيلة ذاتا كتابي بديع الزمان سيدة رحمة خديلة بشخطر بلما دا تزيل زيل دو وقري أولان يغني عين دنيا تقدير هي تقدير هي تزيدا تقدير تنهي كسرنا تقدير تنهي سيدة دائما صالح ولأن عطف صار شبيه ولأن كيف فذلك ثابت نحن نسوي آيته كان ذلك لأن الله معين متعلق إيش فرا يعني فأنا ذلك تأكيد إيش فرا داي وقتك مفعول بوصايا وقتك بالنسبة بأن بالنسبة بوصايا أو لا مقدرة نرقارك نرقارك مقدرة ويشكي منها فقد تقديري مع المتعلق يجب كشفارا إذ يجي التقدير تنهي إذ يضع بالتقيلاتي بمسؤول تقويضي تكري القيلاتي كسري دها أبتر دها تقوية تنهي أو جهد تنهي تمام هو نحر بعد في عطف سركينة دي عطفنا سيدة الله أكبر يا ولي أنه وولي بني عيني الأول بيه كأنه قيل الغرض إعلاء أمر المؤمنين وتبهين كيد الكافرين وكيد وكيد وأن سنة الله وعادته عز وجل جارية في نصر المؤمنين وخزلان الكافرين عطف سلم ونفسا خزلان غرض يعني غرض خدا غرض خدا جبل فان مؤمن عبدالله ونصر الدعي فلان ولأنها أصلتها هي مسلمين ولأن الله مهيد كيد الكافرين هذا قاشي ترى رجعتك يعني أين وان بلان وان يعني بدو عليها دا شمانا ركارتي جاكي جاكي غلطة غلطة خواهد واقع شرد أخد أرى معلوم أخد أرى آد دو شمانا نياتي مرادك يعني بيرتاش لك وبيش شيئا دنگك هي خير اخو دنگك دنگشكيتي دنگ نايوه سلام تلاحظ تلاحظ انا ها؟ Şimdi lafı...
على رسول ما على رسول وين انا عم نبي جا ما انا عم تبقري هذي مو سوا هم عم عفاس الليزر ما انا عم جابك لا ما انا عم اب يا كيف شو اولا دي سايه انا دنگ نوی به دنگ چی من یا دنگ کرده یا اه بل والله مع المؤمنین که یعنی على جمعه ایسی نافیه و یخود جمعه ایسی عطب سری بریبایه و قد قد یخوندن ولن يغني عنكم بليائي يعني بليائي للفصل بوك فصل ما بين فعلا مذكر وفاعل مؤنث تبع عنكم شيء بيا وذلك جائز إيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله بشتى آية بريدة خدا أمر مشركا كير وجه نتيجة كواتية سريوان وإيوالي سريوان جيغو إجا إبيا تجي أمر من هذاك دريا أيها الذين آمنوا إيك وإيمان بخدا وفي خمبري يعني هم باورمند هم ذيابكن أطيع الله هم إطاعة أمر خدا بكن ورسوله و این اطاعه امر رسولی ویجی بکن اطاعه امر چما دبی؟ بجا اطاعه خواده بکن اطاعه امر چما ایش خب بجیبین اطاعه بجیانینا امرش اما اطاعه خود و رسولی بکن تمام اوکی یعنی امر خدا بجیبینین و اتصال امریم و رسوله و اطاعه رسولی ویجی بکن و ولا تتوله و عنه و مشتاق ندن خدا و رسولی یعنی به اسیان نکن نکن اسیانه و انت تسنمعو و دحالی که هنج خدا آیتا دویزن پیغمبر خدا جوار اوان آیتا تبلیغ دکه یعنی اون آیت خدا و امر خدا دحالی که هنج بیهی زندانه ساقن ها افعاستی نکن به امری نکن تسلیب بکن باور بکن و بجیبینن و هم اواجی نبین شکل عسیانه ولا تکونو کالذین قالو سمیعنا و هم لا يسمعون نبین بینیوان مشرک و کافره که دگوتن مبهیست و ده حقیقت ده تصدیق ندکرن باور ندون ایمان نتانین هم بینیوان نبین ها بینیوان کافرانین بین ایانه تمام تمامیل ایتاعتی کن و تاکید اسیسی ها إن شر الدواب عند الله أصم البكر الذين لا يعقلون محقق دابيه وان بهينه هل خراب فيس لجن خدا وأمن أصم إيكو كرة ناقزة البكر إيكو لالا الزمان بيزارة بزمانة يعني حقين أرجة الذين لا يعقلون إيكو نافر كرة عقل خدا شخدینا و باوری خدا ناینا او مخلوقا کی هلی خرابه بها اینه کی هلی خرابه بها امایه ایجا دیمون با تشبیب عکسی چه بیه یعنی حیوانا هلی خراب دیدی دی مرد کافره این امر کافره جوی حیوان افر خراب هلی خراب بره پر خراب بره امر کانات بره خشمار بشنانده خلقی خوابی نفر ما وإسلاميتي جبجينا ولو علم الله فيهم خيرا خدا دزانه بوان كو اگر خير دوان دا هبيا لأسمعهم اوه مدني خود بوان بدا ساكرين ساكرنا بقبوله شاید سابق را نجی ولو اسمعهم وانگوتر خدا باور بباوری باور ببانی نار به تسلی قبول بکران آجی لتولو اوی دیسا بکتانا ارتدا دی اوی وگریانا و هم اعریدون اوی اعرادا خوشی بکران اعرادا خوشی بکن دردا لو لسل معنا سهیم تقول لو لم یخط الله لم یعصیه سهیم ام بیو لوی نعم العبد سهیم لو لم یخط الله لم یعصیه ولا تتولو ولا تولوا قل
قرئ بطرح احدى الطائين روايتك انا مشهور بس ما درجش كو اوي ولا تولوا في يتنمصى لا تولوا لا تولوا قياتي عن ابا يك اب واطفالي ولا تتولوا واسسياجي وادغامها تريد فينا الضغم بكل ولا علماء اللي الفا لا يشكو شهر عزره ولا تتولوا تولوا ولا تولوا في شدلي وورد نيرو في عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفشتاخ الندر جي نزمر الجيش كي جيش رسول خدا سلام لخدا ليدن أرجعي ضميري يكي تتوني أما يتمي رجيبا رسول الله لأن المعنى شرا توصاقو لذلك أنا المعنى وأطيع رسول الله يا إطاع رسول خدا بكن كقوله منك يا هيا درئره والله ورسوله خدا وفيخندر خدا أحق دها لا يقتر حق تره أن يرضوه كوي راضي بكن يعني وان هر يا راضي بكن أرهو رسول راضي نسيت همش سراجي بار رسول يعني بدون أما لحد ذاته خدا عيني تشتن جبالكو عيني تشتن ضمير جي مفرد فيها تنوي فر اوه فر بلاغتش عيني بلاغته من يطيع الرسول فقد اطاع الله شلت قال يجي آيات يدني في البجاء اطاع رسول اطاع ايش خضارا كيكو اطاع رسول بك او عيني زمان او اطاع خضارك يعني اطاع خضار اطاع هل كيكم بال هل يا بابجي؟ هل السؤال؟ يعني وقت كدبي أطيع الرسول كمر إطاع الرسول كل مر إطاع بديجناك نا وشون كي ويجو أطيعوا أبي مر إطاع الرسول كل ده مك مر إطاع أطيعوا يكل أطيعوا خيا أطيعوا كي خدايا؟ أمان إذا مثلا سر عن هوب ولا تولوا ساخنا كثير من الرسول إذا من عاد تلفون چیشکی دوری خوب ده پرنزیته لو ما وقدم ده برو یک خبر ده من رسول بسلو خاشین خودی میده تو کی فاکر امید 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 بلا سؤال رجوع ضميري الى احد ما كرجوعي اليهما بلا سؤال بتسجل تدبير بس بلا سؤال كتر بني قبل الثالث دماغ قلتنا على القضاء بلا سؤال
ملسالة الكلام كه السيد أنا دقي متيت يا نايت دقي تتم خشت إلا قلت ناس كنت تنوي تدويشي إذا كي كلام كه مرادين كلام كه فرمو هنا نوتا قول لا بده زر هذا بيجم فرقة مقطع كلام كه مبالي تقول كلام كه جانا أنا قلت الكلام كه السيد أنا تدويشي تقرار دكي تقرار دكي وايدي وايدي وقت مع كمان هنا ملا رسول وايدي تجذابري هذا ببرة تا مزاد تخوش قول تقول فر أبغى احتمال هذا ذي أي أطيع الله أي أطيع الرسول الله لأن طاعة الله طاعة شيء واحد مرجع الدمير خذ تعالى ذبيات إذا قلت أطيع الله ورسوله ولا تتولوا عنه شو ما نقول عنهما إذا ري في عبارة بسالحين والدمير في عنه للرسول الله لأن المعنى أطيعوا رسول الله أبيا جبوا التعزيم كلمة خذ بيراني إذا ما خسريك في هذا الوجه تبقى قوله الله ورسوله أحق أن يردوه خذ الرسول مفتر حق دارتر حق تر أن يردوه أو وير راضي بك وير برجي هذا درباز منه الدمير مفردة إذا ري والفرقوك يهوي مع معنى كير الدمير راجع بالرسول في الفرجي يعني قداش بوي تعزيماتي الدمير بالرسول في إذا ري الفر نولو يه الفر الفر دمير بالخدا في نب بالرسول في هر ذكر قونا لي إطاعة إطاعة خدا الفر رضا آخداية آخداية رضا رسولی می‌تونه یعنی مرجع دامینه خدا خدایه، اول بله. دلبر دا خدایه. اگر ابی مثاله هنی یعنی وای هر به برادرتن دلبر چه واجد بود خدا را دمیراتی. دبی مثاله مداجی هر به برادرتن. چیپونا رسولاتی. اگر اش بود خداشی دبی وجه احتمال که هی زمخشری یو الفر نویش آه. اوی دبی که دامیر راجی بار خدا بیشی نه رسول ده. شما والله ورسوله أحق أن يردوه هو راجب الله يبقى أري شما آيات مثلا آيات أول بيجي بحث هو منافق يقول تنج رسول الله رسول دخول هدي فقد ما جاء دمير كي الله شما كي الله برا رسول به هدي جدول لا شو زمخ شري أجل مرجع دمير الله به وزمخ شري آني به أو شا استشهاد نجي خدها زاد جي خداي بيا واد جي خداي يعني باي هرد بهاب رازي كربوني مراد يك مراد جي يك زاد دوما في آيات ايه يحلفون بالله لكم هاي دوما في ان يردوه يحلفون بالله لكم ليردوكم خدا تعالى الرسول رضي الله دبي وانا تيم بترى درو شو دخوش بوك ترازي بك والله ورسوله احق ان يردوه جرى جبوي ترى مزال ترى دامي راجي بر رسولني چونكي وان رازي الرسول دخابت الرسول راضي بك دبر ترى مراد خداي دبي خدا تعالى ما افترك خدا راضي بك نت راضي بك ان كانوا مؤمنين اجر راس مؤمن دوام ما اتي جرى تفسير جم مذاكري دبر دا أبجي احتمالا سياسي زي ما خسرين ناوي زي كي عبارة ركيك نافسية. سيدان جمشتري راجع بال أو يردوه دمينا ويج راجع بال رسول فاي. هذا هذا. هذا أنا كل شيء درس لي هنا من رسول تمام. تمام تمام. مثلا هذا جزاكم الله. كقولي دبي تشتري أواد الناب كلامي بلاغات عربة درجية دبي كقولي الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان إحسان وباشيتي وخشكي بكيري ويانا فايدة نادوي دناو كرمانجا نادرجة دبي جا باشي قنجيتي لتاب فرنا كبكيري تناي أو دبي دا إحسان وإجمال جبر فعين تشكينا لا ينفع مفرتي آنية ويجوز درست أن يرجع إلى الأمر بطاعتي أمر بطاعتي مراجعة مرجع دميري أمر بطاعتي بجي ولا تتولوا عنه عن الأمر بطاعتي يعني أي ولا تتولوا عن هذه الأمر وانتساره بأمراء وبجياننا بأمري وأنتم تسمعون دحالكم بأمري دبيزن بضيخو ويا خجي او ولا تتولوا عن رسول الله لفنا شركها
هون تشتاق نادن رسول الله ولا تخالفه هون مخالفته ويناكن أم يجي سن غير مرتب أم شوش وأنتم تسمعون او دحاليك هون دبيزين أي تصدقون هون تصدق دكن خطاب جمع من رايا لأنكم مؤمنون çünkü hun ve iman aniye ve tasdik kiliye dehalik tasdik vera hebe muhalefeti katu katneke lestum huninin kasumil mukezzibine minel kefere evan eko karın nabizin o vrakderin derev dikildin ayetime de derevinin ahun bin iman kafra sakın sakın nebin لأنكم مؤمنون لستم كالسم المكذبين من الكفار لأنكم مؤمنون لستم كالسم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم بني وان كافر جنبان أي ادعوا السماع ادعاء السماع بكند بما بهيس وهم لا يسمعون او او نابیز یعنی تصدیق ناکن باور ناین ایمان ناینن لیان هم لیسو بی مصدقینه چونکه او تصدیق چی نینن تصدیق ناکن فکه انه هم غیر سامعینه جبر که تصدیق تونه هر وکی که سمع جید تونه به اهم بینی وان کافر جینه بین والمعنى معنى انکم تصدقون بالقرآن والنبوتی هون تصديق القرآن النبوتي تينن ساقن ساقن نكر من إسيانه دي إطاعته داجي بمينن فإن توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور أجل هون فشتاخد من طاعة الرسول يعني إطاعة سيزيبكن دهن في أمرادا بني تيجي من قسمة الغنائم وغيرها وبني دركتنا حربك والإكرار كذكر كان تصديق كن كلا تصديق وشاق التصديق وباوريا وهروكين باوري با هج نفر لحالي وأشبه سماعكم سماعا لا يمينو وشاق بيسنا وجي دبابين بيسنا وان كافرا هم نفر لحالي أبكيني ونار كيني مرا وناري سلام عليكم سلام عليكم وقو كان تصديقكم كلا كلا تصديقكم كلا كلا تصديقين كلا تصديقين شما سمعكم سمعنا لا تبني سمع وان تصديق إيمان ناين يعني لابد بنزل بيع عباري حجر الباصة وحبي قسمي لا أقسمها كان تصديقكم كلا تصديقين أو لا كلا تصديقين أو لا نلا نفي جنسية لا بمعنى غيرية كان تصديقكم كغير تصديقين يعني مربيقي كلا تصديقين مش عرق يوصل دقان يعني تبشيك ثلاثة ثلاثة فلان فلان أو لا معنى غيره يا سيدة لا دبا وقت جزء الشريف دي الناطق ألا ناطق أما بقدر شيء الناطق ألا ناطق ما ترى يعني شخص كبير يعني طبعا يعني ما بده يبقى كلا تصديقية لا ما فيها جنسية نبي شكلية نبي شكلية كان تصديقكم كلا تصديقين يعني كغير تصديقين لا معنى غيره يعني لا تصديق ما بعد لا معنى غيره بيا فرش ما بعد كي بداية تبتدها حرف يا رب ما يسأل يا رب ايش ما بعد إذا ما هو وفاق كل ما يمتشعر يعني ساعات جابوا وما زال جابوا فعميا تمام.
لا منا غيره خبره واجي ميجي بري يوصل اخوان نبي بشكل كبير عبارة جانا لجور المكانة كأن هر حدا مكانة خدوه كأنه بو دوان اوضا او حساس كرنكي كرنكي نمسا سيدان هلا ويسي سيدان عبارة اوضا لا تصديقا مخانا لا خدوه لا تصديقا مخانا تمام يعني لا يكون معنا غيره نهتش سيدة بيات نعم معنى غيرون أبيات منطقي دا مثلا تبين ناطق ولا ناطق يعني أو تيك بيجا غير حاشدة دي الغلامي وما أي منطقي دا ورجي هوني لا غيرين مخيرين يعني نفيا جنسين شيء ما بأس غلامي وما نفيا جنسين لنا مجبور بكافية شخوة أكتبين لا ناطق تبين لك كلمك يا يا الله لا تيفع يا ابرا هرا درس اجرام بالحاشية يا جنية يا جنية يا عظامي يا عظامي كلا عظامي لا بمعنى غيره شو قد يا ايه هذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا قال وفاشيجي خدا قو ببيها واي إن شر الدواب دواب هر خراب كيس إيه إن شر ما تجدب على وجه الأرض إيه كل شر الأرضوان إيه برحي كل سبد مشان أو معنى كي لغوية عامي دايك وياخذ إيه إن شر البهائم بهائم إيه أواني تشارفي كد مشان أو الذين إيه وكنا هم صم عن الحق لا يعقلون او صم او كر نابيز عقليه او لالجي او عقل فكره خشي ناشحلين او دواب هر شر يعني دواب هر شر بنزميشي وانانا بيني وانانا انجا يعني امانا هجوان دوار هر شر جي شرطر أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل دبرداية تشبيه لسر عكسية أو أنا جيب الشهراء جلينة جعلهم خدا بي وانقران دي من جنس البهائمي جنس البهائمة أليوك ماسيكي ثم جعلهم شرها قران دي شر البهائمة كماسيا دو و بكماسيا سسيادة جي وان بنزمیشی به اما نکریه به اما بنزمیشی وان کریه به اما شر اوجی که ما سیاسی سیا یعنی سه جاره ده سه ده پسه پی سی تی ادا وان پی سی خدا دبرده اساس جبیره دبین اسلوب حکیم یعنی بده نابه ون اوانن نابه انسان ون اوانن ده ها گنل جنل أكيد بيجا إن شر الدواب يعني عون وان كش دوابة باش إيجاد بيش شر الدوابة جي أغر لما عون وخدا وان كلي شر الدوابة شيء كلي الدواب هنا قلت يا شر الدوابة جي أغر يعني بيلا بيلا بيل خدا جوابة والندى يا جنل ما تكلي هو أنا أصلا جيرات بيجا الصم البكم كالبهائم بيجا كما سيكي ثم الصم البكم كشر البهائم كما سيكي وصنع الشر البهائم كصنع البكميج على تقديم وتقديم كماسيا السياه في آيات كدر يعني حق يوان الإنسان يكون دبان الإسلام القبول كنو إسلامية حقيقة ناقل وكي أزولام جاكين وقت شادويج عم يعني عم تجي قسمي عم خجيت أنا أبقي يعني عم يجي قسمي عم تجي سيداي ملاويسي جانا يورمي ويخورد شن ما صار دوام كان يعني قبل ديجي وباك وقوش كافرة خرابتر بخدوه بمه وبرعاشيري دي شيء إنسان اللي إيمانا ويهاب بإسلام من ملاد يبخوا بني جي كافرة ما خرابتر إيه عبارة معنى كنا أنا إجابي يورمانا كيورم الترسيل بذي جنوية كنا ذي جنوية سيدة ملا محمد ملا شاكر أز الرجال كارم بكر كلام سيدة ملا محمد لا بيقدر أز غلام سيدة من ملاويسي فوتراف كي تساري خدا تشيزميش كريه شکلی که دانیا قارچی خو هدف کیه؟ ایجا چه وله هر چی منفی چه هم آب آبیای 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 حالا انتم مخاطبن
صبر القرآن تبينك تسير تبينك خلقت حياتك خلقت مرة على قدرك سيد سيد هذا عندي آياتي سر كافر آنين سر من مسلمان جاري نكا مسلمان جي آوكا بان كافران آكا هكي مسلمان نجبان كافر بيسترن وصا نوجا اوه يرمي بيلا نجي دا خلي ملا صالح قبل دل مسلمان دل مسلمان قرون سيداي ملا ويسي سيدي ما لو جيت هاب توبي لو يجيكي وصل نك بس او يورمج في الرناس الحمسا هلا ما صلح هلا دبرنا جمك ني جو هرم دبرنا خدا وان وصل خراب تر اي كافر ابو ول بيش جي مؤمنا هشار كر جو ان وصل كو كافر انا خاص كافر انا ساقن ساقن هم نبل خي وان وصفا يعني خجوان وصفا دور بده اوتشو أنصركما ولو علم الله ولو علم الله خدا زاني ببوان ولو ما قلنا أسر معنا خيا في هؤلاء الصم البكمي دواني كروا أولاو دا بزمان دا خدا زاني بجي خيرا كو خير دوان دا هريا أي انتفاعا باللطف منفعتك كو لطفي بطيرا بكرا دويدا منفعت هريا لا اسمعهم او بدا ساكرين بوان وي لطفي بوان بكرا داك او وي خير بكي جوان لا لطف بهم او وي لطفي بوان بكرا حتى تاكي يسمعوا سماع المصدقين وانجيب بهستنا ايك تصديق بكرن بهستنا كي قبولي بهستا اگر خدا او بكرا جي ثم قال خدا بو اگر خیر دوان ده هبیا من بدا بهیستن بهیستا حقی قبوله شاید کم بدا بهیستن جی دیسا اوانا ارتداد بکرنا ولو اسمعهم ایر خدا بوان بدا بهیستاندن بهیستا حقی قبوله لتولو او دیسا پشتا خبگانا بز بیرانا یعنی لو لطف بیهم اهر خدا لطف بكرا بوان را لما نفع بهم لطفو ولطفه ديسا فايدا نتاوان سنكي او ارتداد بكرانا فلي ظالمي سيدا فارم دبا تشكي بيشم يعني ابيا تينا مذهبي اعتزالي خدا جل جلاله نمجبور اسلح حق قومي دا حق كده چبا جراوي بكننا خدا تزالي كوانا اصلاح نابن لو ما كنا دا يقوتن ne ko ija mu'tazilini dibin na gere bu da götür yani o sahaya gittin ha what is an mu'tazil ya wan tabal mal e khuda zani bu ko eğer de sakirin awi bu wan da khir hab ya el bu da sakirin fakat zani bu ko ana kutun e sana no ma ne da sakirin şayet bu da sakirin ji yani kabul kirin ji دبي يساوي ارتداد بكرانا يعني ترس معلومه خدا نتشون يعني معلومه خدا نائس اوه وابوها يعني دبي نقطة حساسة دروارة وقت نبيجي فلذلك منع الطافه جبالك خدا ظانب او نطفة ويا بهستنة فايدة نادوان منع كل شيء شايت منع نكر باجي على فرض المثال ها ولو لطف بهم لطف بكرا بوان را و فصدقو و وان تصدق جي بكرا لارتدو بعد ذلك او بشيوه دي ساني بكتنا ارتداده و كذبو و درو بدرانا تكذيب بكرانا و لن يستقبو على امر الله على الوحي استقامات ناد سكن المسره او شو دي مخشبه اي خبجة بلا الصلاة أو أولي أو فلذلك منعه الطافه أو يتلغى وضع شاطر فلذلك منعهم الطافه ويأخذ معنى إيه أمان فلذلك منع الطافه مطلق مرة نكر إذا شاك ربيا ولا لطف بهم أو لطف فلذلك منعهم الطافه تمام الكل اول ولو لطف بهم شايف اذا احتمالات بيا
إجا لطفة لطفة بدوان تصدقوا أن تصدق بكرة لا ارتدوا بعد ذلك أرجح ملد بيه وشخير مرتدنا وكذبوا ولم يستقيموا تجزي بكرنا أو استقامة شريعة السكنين سر وحي وقيل هاتي قوتين هم بنو عبد الله بنو قسيين القبيلة وانا يعني سبب نزول القبيلة لم يسلم منهم إلا رجلان جدح بطيرة كاسم سلمان نجا مصعب بن عميدان وسويد بن حرملتان أمهر ذو الزعط رضي الله عنهما مسلمان بنا وخيني مانا تمام قبيلين شكينا مانا كانوا يقولون وإياج جدوت نحن صنن بك من عميم عميم دقوا أنك كرن ولالن وكورن اما جاء بي محمد تشك محمد في هاتي يعني تشك خدا جبا الشيان ديه ام جوي كور كرو لالن لا نسمعه ام نابيزن ولا نجيبه ام اجابة قبول يعني تصديق جناك او فقتل الجميع عندي احد او احد الى جيب تواتن شرزك من قبربو وكانوا اصحاب اللوائي ودنا حربة جي قرسلنا في لواء وان جي هدية لواء هم المنافقون وعن الحسن اهل الكتاب خلاص ايلو داكو ان قنجل بك معنى هاتي كي كافر دباب رابنا كي كافر دباب رابنا يا ايها الذين امنوا سيدنا بصل وين اللي بصل دقيقي نشتكي جردة هيا ازبجم يعني ربي عالمي دبجة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أجر خدا بزنبا خير دوان داي أو بوان بدا قولارك يعني أو اللطف خو خدا زاند لو يسر معنا خنينة يسر معنا خيا أمينة انتنا وشيء لشيئين خدا زاندنا خدا بهر تشكي تمام تمام ده از كابلي اين نوستا انتنا شيئين لشيئين شو انا سمعنا صلاة دقيقة يا ري انا تنقو تقو تقنان درس انا لبر بس شو از تشتكي لبر ده نقطة كي هي يعني اگر خدا بزام بيا كو خير دوان ده هي ايوان بدا قول داري كن چاي وان بدا قول داري كن خدا نزام بيا يا خدا جرازي ايتو مني قرات صبرت هلا ما اوقات قول داري كن صبرا ما هبو چما صبرت تنب كلمة بشم هذا تمام تمام مثل منه يعني اتش كي جمرا رونه نشتيه ات قوزن ونزانه بن خيره خوشما بشنا اگر خدا زانه بيا خير دوان دا هيا اوي لطفه خو بداوان اوي لطفه خو بداوان و اوي بانا قوداري بكرانا ايجا اگر كو خدا لطفه خو بداوان يعني خدا زانه خير دوان دا هيا خدا زانه خير دوان دا هيا و كوبوان بدا قوداري كنجي ده پايدا ويتاقر مرتد بونا جار كي خدا سانكي ده زان خير دوان دا تنه او جار كي ده بي خير دوان دا هيا او ده دوان جار كده مرتد من يعني ده او ده بدا چلشكي چنابه يا من عبد صحيح لو لم يخط الله لم يعصر برو من وي عاشي كي خد ديالو ده خد ديالو ده بيوي معنك لو شعات الكريمة أهد غلام من اشترى آيات بخيرين ولو علم الله فيهم خيرين لأسمعهم أجر خدا الظلام بيه خير دوان ده هيا ويوان بدا قولا دي كنين يعني معنى ويهي أو اللي أعطيهم الألطافة أو اللطفة يخب بداوان إجا ولو أسمعهم أجر كل لطفة يخب بداوان ووان جي قوداري بكراجي لتولو أو يبشتا خب دانا هيك بجارك خدا دزانك وخير دوان ده تنى لطفة نادوان جارك دبي و خدا لطفا بده وان جی دیسا یعنی اوان انسانا یعنی مستحق جی لطفا را او جار کی نمستحق جی لطفا را بیا عرب ایلا تولو دی معنا خدای چه اسمعه با چه نه اسمعه با تولو یا تولو اقولم که ل اسمعهم به خدا ل اسمعهم به وانا ل تولو بن دیما کی حاشا خدا د حقیقون دا میگی خدا چه چیز کرده اسمعیت دیشه تولو
بالطلع بلق يهان ده ايضا ده ايضا بلا شك شوال يعصي لم يعصي يخاف لم يخاف لم يعصي أجي أسمع لم يسمع أسمع لم يسمع فمعنى ايضا بلا شك افندم سلام الله كلامك افندم او كنا كامي فيجا دانينجو إذا كاس خبر نادي برام الله رسول تاني خبر لا مزاد دلة وبرضات ما يواجه تنفقين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم قد يجي ولو أسمعهم لتولوا أبواوا لوا أول لسر أسل معناه الامتناع الشيء والانتفاع الشيء أبواوا كان بين لو لا سهيدون لوا دودياي ولو أسمعهم لتولوا أبيا نفسر أستيقنا يقول إلزامي يعني الدلاوين لو يك عين الامتناع عشان أو أم تزانا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعها يعني خير خير بوضع النادي وبوضع نظر السعفين يا الامتناع عشان الانتفاع الشيء يعني أبا دوديا ولو أسمعها أبيا معنوي نلقور معنوي ومعنوي ومعنوي تجال الدبيا برا مرمسيا ملا شروا سهيب معنا ملا ملا ويس بيت شيء ذاك التجارب نابع من الجواب الذي يسفر يسفر أسمع قد لم يسمع ويسفر أسمع قد معنا ويدا بيجا هل أوكا سيدا سيدا دلا ودلا إذا دلول لو يأكل سر معناه خلنا نشكله كله تمام بس معنا بك بس كابرة معنا بك مش حقدر تيبرة معنا بك تجيب الناين ناين إذا ولو أسمعهم لتولى أسمعهم لتولى أفتولوا تجيش نار إسر أسمع با إسر سم لم يسر شبان بدا ساكني ندا ساكني إلا أو تولوا تمام عزلان دقيقة سنة ندا الموضوع سيدا أنا دقیقی خدای تعالی دزانه بیه که وانه هانه گوداری ناکل لطف خود ندایه وان حتی گوداری کنه اریا بیر هان خدای تعالی اگر زانه بیه که وانه مستحقن و گوداری بکن لطف خود بداوان جی ایجار که که خدای بنه دقیقی که خدای تعالی زانه وانه مستحقن و لطف خود دوان جی او دا پای دا پشتا خود دنه که ای بنه جار که مستحقن جار که نمستحقن جار که مستحقن لطف اینه جار که نمستحق لطف اینه یعنی زانینا خوده نه یکه که یک به یا وانا مستحقن یا نمستحقن یعنی یا مستحق لطفینه یا نمستحق لطفینه چه ها چه نه؟ بس مرد ده اولم یه خطیل در بیگم نره اگر خوده نترسه دهی و نه هم نقی یا که بترسه این چه ها خدا جیدی آید زده ده او اسمع اگر بده ساکرم بوان دهی تولو یا که نده تکنیش که ده ها ده ها تولو إلا تولوا تولوا ثم عناك تولي را دقش كنت تلنا دوي دقش ناكوها أبيض أزولان إجا تام دبي تب إجا جا أجي فيجم يعني جمرا تشتكو تشي بيه أنا تام رونانشتا جوارا رونشتا أنا وقت تشتي مرا ويسي قول جوارا رونشتا بلي بلي تشتي مرا ويسي قول تفسير وار معنا ذكري إيه يعني تشوا دبي لا تولوا ونا هار برزفيرن بري برزفيرن في الحقيقة أجر خذ تعالى بوا بذا سعكرش يديس برزفيرن من النك حاشا خذ تعالى لطف خدايا وان منه وان مستحق دي تيا لطف خدايا وان جي وانا فتنا عندنا نبوي معني يعني لسه نبوي معني ما أنا رسول من أنت قداري ك مسلم أنا ويسج قداري ك إيش كات دك اللي باجي بيجم دو اجمد پرسی امش دیو زلی ها من را رسول دا بس اکی نیجا خودش ترازی یا بس انا از منه یعنی ادبیم که رب عالمی نکو وان مستحق دیتی لطف خدای وان جی حتی به لطفا پاشین به ترسج لطفا اول را یعنی وان مستحق دا اول دا ندی لطفا ندا وان او دا پیدا وان مستحق دی لطفا دا وان نکو بوی معنی حتی که هر دو لطف مستحق تيجي هرب من ترس نبوي معني يعني شو ربي عالم جارة أول وان مستحق نبي قال لطفا ندا يا وان إجا أبا تدي أجي فرزية نكو قال شكة خدا دا يا وان
فرضیه ولو که خدا بده وانجی اوی اوی وانانی یعنی مستحق لطفا ببونه و خدا بده وانجی اوی تسا پشتا خوب دانه یعنی فرضیه از واجب فهمت کم تمام اولو سده اولو دوشو تمام خودش و رازی به صبح درس دور آمنه نبسا؟ آمنه تمام آتا تمام مگه عمله امراب خاطره